أشياء تزيد من راتبك الشهري. اذكري لي شيء واحد. شنو؟ أشياء شيء من الأشياء اللي تزيد الراتب الشهري. شنو نقول؟ الاستمرار في العمل، يعني العمل. شو أقول؟ جواب نهائي. الاستمرار. مكافأة. المكافأة. المكافأة. خطأ. مكافأة. مكافأة. الراتب الشهري دي يزيد. شلون يزيد؟ بأي طريقة؟ أخت نوال. نعم. راتب شهري الإنسان عنده. ايه؟ أنا موظف عندي راتب شهري. ايه؟ شلون يزيد الراتب؟ عن أي طريقة؟ أكو. طرق. شغل إضافي. عمل إضافي. عمل إضافي. العمل الإضافي. خطأ. ما إجا. والأستاذ فرحان. الحوافز. الحوافز. وهي لا ما إجتي أو خطأ. ويوسف شو تقول؟ أنا أقول شنو الأشياء اللي تزيد الراتب الشهري الموظف؟ يا رجل بسيطة والله بسيطة. الخبرة. الخبرة بعدد السنوات اللي هو مشتغل بها. هل شنو؟ الخبرة. الخبرة. الخبرة يعني موجودة في صح. الخبرة هي القدم في الوظيفة تزيد راتب الموظف. قرر مع من نذهب، معكم أم معهم؟ ويا من نلعب؟ ها؟ قال لك إكس، يعني روح لهم. نعطي السؤال لهم. تفضلي ست نوال وتفضلي أخت فاتن. ونجي الآن على الأخ ديار. نسألك إلك ثمان احتمالات، ثمان إجابات، ثمان أشياء من اللي الأشياء اللي تزيد راتب الشهري. الاجتهاد. اجتهاد؟ الاجتهاد بالعمل. الاجتهاد. الاجتهاد بالعمل صح. الإنجاز، وهو يزيد من راتب الموظف. ومحمد. التجارة يعني. شنو؟ يعني يشتغل تجارة. شنو تجارة؟ شلون يتاجر؟ راتب شهري مع الموظف. التجارة. خطأ. خطأ كبير. خطأ أول. وبعد الترقية أستاذ. الترقية. الترقية. ونعم. شنو التجارة أستاذ محمد؟ أنا شنو أشتغل بالسوق؟ موظف أنا. وأستاذ فرحان. الخطورة. الخطورة. قام يتذكرون باوع.